ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ قلت لكم النهارده فكره جامده جدا، وفيديو النهارده هنتفرج على التيك توك كالعاده. يعني انا مش متوقع من نفسي حاجه تانية اساسا، وانتوا برضو اكيد مش متوقعين مني. عايز اسالكم بس سؤال كده قبل بدايه الفيديو، نظامكم على المذاكره؟ يعني عايزين ننزل لكم الفيديوهات تبقى الساعه كام؟ عشان اللي انا ملاحظه الفتره دي ان انتوا مش عارفين اساسا ايه الوقت المناسب للتنزيل او الوقت اللي انتوا بتقعدوا فيه. عايزكم كلكم تدخلوا على المنتدى تكتبوا لي الوقت بتاعكم. انا عملت دلوقتي منتدى، عايزكم بس تقولوا لي الوقت اللي انتوا تحسوه مناسب ان انا انزل لكم الفيديو بتاعي او الفيديو اللي انا هنزله على القناة، يعني في الدراسة وهيبقى امتى وكده وبس. يعني ده الطلب الوحيد والحرفيا اول مرة اطلبه. وقبل بداية الفيديو ما تنسوش ان انت تصلي على النبي وتشترك بالقناة عشان ما تبقاش حاجة ونوصل 600,000 مشترك، واكيد ان انتوا تعملوا لايك عشان نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات اللي ممكن نوصل له، واعملوا تعليق حلو زيكم انا برد على كل التعليقات. وبس يلا نبدأ. العصير اللي حضراتكم طلبتوه اهو. يا عم احنا طالبين بيبس مش عصير. وبعدين ايه ده، انت جايب لي سمك في الميه؟ هو الدنيا ضاقت فيكم مش لاقيين افكار للدرجه دي؟ انت اتجننت؟ ايه ده صحيح، ده في سمكه فعلا في الميه يا فوكس. يا لهوي على كميه الكرييتيف، بتعملوها ازاي دي؟ بس مفيش واحد عاجل هيعمل كده، امال فين العصير يا كابتن؟ يا جماعه لا، المشروب اللي في ايديكم ده هو اللي انتوا طلبتوه. انا شخصيا مش فاهم اي حاجه، محدش يسالني. بس انتوا حكمتوا على حاجه قبل ما تجربوها، جربوها الاول. ايوه صحيح يا فوكس، احنا ممكن نكون ظلمناه. لا انت ما ظلمتش، هو فعلا في غلط، ممكن يكون عنده حق احنا ما دبناهوش. عيل غبي والله، انت مش شايف السمكه اللي بقالها ساعه بتعوم دي؟ انت حضرتك ايه اللي جابك هنا تاني؟ هو مش الحاج ابو نواف طلقك؟ جايه لك انت يا اسلام، عايزك في خدمه صغيره، ويا توافق تعملها يا اما ترفض. بس عشان يعني انتوا جايين لي بالجزء الثالث للفيديو اللي فات؟ طب ما كنت تجيبوا ده الاول. يعني انتوا بتقصوا طول الفيديوهات مثلا؟ انتوا مره تمنشنوني على الجزء الرابع ودلوقتي الثالث وبكره الثاني بقى، فاهمين؟ انت شاطر وبتفكر صح، اكيد هتوافق. ده حضرتك خدمه ايه اللي انا هوافق ولا ارفض دي؟ شايف دي؟ مالها دي؟ عايزك تحطها لابو نواف، يا في الاكل يا في العصير يا في اي حاجه مقابل دول. هو في ايه يا جدعان؟ انا مش فاهم اي حاجه، انتوا بجد عايزين ايه؟ وبعد ما تخلص هتاخد 100 زيه، وانت عشان بتفكر صح اكيد هتوافق، مش هترفض، مش طول عمرك هتفضل شغال امن، اكيد هيستعمل مشروع. طب بعد ما احط له دي في الاكل ولا العصير ايه اللي هيحصل؟ هيحصل اللي هيحصل له بقى، مالكش دعوه باللي هيحصل له، انت ليك دعوه بدول. بعيدا عن ابو نواف اللي احنا شفناه بالفيديو اللي فات، اللي ما شافوش يروح يشوفه طبعا، بتستنوا ايه يعني؟ وابقوا اعملوا تعليق ولايك كده. انتوا كرنج قوي، انتوا كرنج، مش عارف والله ايه ده، يعني انا مش عارف اقول ايه. دول كام؟ دول 100، وبعد ما تخلص تاخد 100 زيه، مش هتخسر حاجه يعني يا اسلام، اكيد عايز تعمل مشروع، عايز تتجوز نور، مش تفضل طول عمرك شغال هنا على باب الفيلا دي. ها وافقت ولا اللي فيه الخير يقدمه ربنا باذن الله؟ افهم من كده ايه ده احيه؟ يعني انت وافقت؟ طب ازاي بالجزء الرابع رحت اديت له فلوس وقلت له مراتك قالت لي كده؟ اه صح، هو في الفيديو اللي فات تراجع وحاجات غبيه. سكيب. مش ناوي تحلق عشان وشك ينور؟ دي الحلاقه يحلق لي فيشه ولا ايه؟ هو هينور اكتر ما هو منور يا حاجه. هو في ايه يا حاجه؟ ده حرفيا وشه ابيض من التلج نفسه، هو في ايه؟ هي خفه عشان يشيل لفه الكنافه اللي على راسك دي وشك يبان. ما هو الخوف ان هو يبان. ياما انت فكراني براد بيت ولا ايه؟ نهار اسود، هيسقلب بيت ايه يا ام؟ اسمه براد بيت. ما انا معرفش ايه البروبيت اساسا ده، انا اول مره اسمع بيه، يعني انا زي مامتك المره دي. اللي ده حلو قوي، محدش يطوله. انت بتسمي شرشوبه الحمام دي كيرلي؟ شرشوبه حمام ايه؟ ياما ده عشره 5 سنين، ما يهونش عليا. هي مراتك؟ ده شعري يعني. عليها ردود جميلة قوي. ربنا يخلي لك الحاجة يا عم، وتستمروا بنشر المحتوى المبهز هذا. الشعر لو مبهز. كان عزيز ايه يا ام؟ ما كانش يقع يا لذيذ. ماشي دماغي راحت في حتة كده. لا مش انت لوحدك، احنا كلنا راحت في حتة. يعني لو ما راحتش في حتة هيبقى في غلط فني اساسا، يعني لو دماغك ما راحتش في يا لهوي. احلق بس وهتبقى شبه فانتيسل. مين؟ فانتيس. مين ده؟ الراجل الامريكاني اللي شبه الزعيم عادل شكل. هو انا لا اعرف ده ولا اعرف ده، ما عنديش اي خبره فيهم بصراحه، بس يعني هو هيبقى عامل ازاي؟ ما انا مش متخيل بصراحه غير بيضه لونها ابيض، عندها شويه شعر من تحت اللي هو الدقن، يعني لو هو شال اللي فوق، اصل هو ابيض قوي ما شاء الله. ياما لو مش قصده تخليني احلق مش هتعملي كده يعني. اخر كلام ياما؟ اخر كلام، خش بدماغك واطمن. نجيب جون ولا ايه؟ على بركه الله. هتحلق بجد؟ عايز بقى ايه قصه تمام كده، حاجه توم كروز انا مش قادر اتخيل شكلك، بالله عليك ما تعملهاش، بالله عليك. سد نفسك يا نجم، ما تشغلش دماغك. على الله ان شاء الله. اخبارك؟ زي ما توقعت، زي ما انا قلت لكم، انا قلت لكم هيطلع عامل زي البيضه، ما صدقتونيش. ادي تاني زي البيضه. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا نهار اسود، حرامي. حرامي ايه يا ابني؟ فين يا ولا؟ عند الحلاق. في ايه يا ام حلقت؟ انت مش قلت هتخف الجناب بس؟
ده ما سابليش الا الجناب بس يا عم. بس بامانه والله ما اعرفش انت هتلعب زي ما انا اتخيلت بالظبط. يا لهوي خلاص ما اقدرش اكمل، هيجي لي مغص سعاده لا ارادي، مش عارف اكمل الفيديو من كتر الضحك. هوريكم فرق الطبقات لما تكون رايح تزور خالك في البحرين وانت اصلا من المطريه. يعني من البحرين دي كيلو مشكل من عند الحسيني وجاي بيه من مصر. طب اقول له اجي ده من عند سوزي يا جدعان لو مش واخدين بالك. وتعالى لي، فقلت له وين يركن السياره؟ هو طبعا ما اعرفش ان انا جايب ميكروباص، فالمنطقه اللي احنا فيها دي في البحرين. فطلع خالي عايش، الواد عرق من كتر ما هو شايف مناظر اول مره يشوفها تقريبا، انا مش متخيل بصراحه، في نيو جيرسي غالبا مش في البحرين. فقلت له اركب ايه؟ قال لي هاربور. قلت له لا انا مش محتاج، انا بمسح على الهاربور بالمندي. قال لي لا المنطقه اسمها هاربور. قلت له ماشي. فانا بقول له اخاله وانت ساكن في 23 الف ولا ب؟ قال لي في هورايزون. فانا بقول له هورايزون ده فندق، انا عايز اعرف انت ساكن فين. قال لي لا هورايزون. فانا هوريكم مدخل العماره. مبدئيا البوابه عندهم مش حديد زي عندنا وبجنزير، لا بص البوابه عامله ازاي. اهلا بكم في مكان. يعني اقنعني اقنعني ان دي عماره، يعني 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 حاجات اغنيه يا جماعه، احنا الحاجات دي احنا نشوفها بس من بعيد وتكون هدفنا والتارجت بتاعنا ان شاء الله في احلامنا. يعني لما نروح الجنه وكده هيبقى نقول لربنا ان احنا نفسنا في الحاجه دي. ليه يا عم انت بتكسر في خاطري؟ زي ما انت شايف، انا شايف مدخل سيتي سنتر، انا شايف يعني ده كده مدخل عماره وده البابا. هاي هاي دوينج ار يو البواب هير؟ ما تقومش، ده انا اللي قمت. ده سوزي نمبر 2 بصراحه. هاي دوينج يعني يعني يا لا يا الهي بصراحه مش طبيعي مش طبيعي. انت اقترب لسوزي ايه بس عادي ممكن اعرف؟ هاي دوينج ايفريثينج از جود. السلم ما بيتمسحش ليه؟ لكن هتردوني من هنا. ثانك يو. يترزوك ايه حضرتك؟ انت ما سرعتش غير 30 ثانيه، هتلاقيه قالك بيتمسح اكتر منك. حاجه زي كده يعني، مش عارف هو قال ايه بصراحه، وهو بيتكلم بالهندي. يا رب بقى كده الحلقات المشكل ينفع. والله العظيم ده مدخل عمر، انت ليه ده مش عندي في البيت؟ بيمسك في خاطر نفسه بامين. لا والله العظيم انت سوزي نمبر 2 بجد، فكرني بفيديو الجبنه بتاع سوزي، الفيديو اللي شهر سوزي لو بتعرفوه. سكيب بقى خلاص. معلش يا حبيبتي اتاخرنا عليكي. لا ولا يهمك، بس خير يعني؟ جايب السنيوره اختك معاك هتوصلها مشوار. ليه وانت فاكره ان انا هخليكوا تخرجوا لوحدكم من غيري؟ ده انت بتحلمي. ما تكيش يا منار. طيب والله العظيم على قله ادبها. هو في ايه يا جدعان؟ انا مش فاهم يعني انت ليه بتحشري نفسك مع خطيبه اخوكي؟ ما مش فاهم انا. دي يا انا يا هي. هي ميره طبعا. يلا يا منار ده بعبيط قوي. انت عارف انا بحبها يا منار. هاي جاي صوتكوا عالي قوي. وانت مالك؟ هي القطه سنجل؟ وبالنسبه لبقى انا خطيبها حضرتك. يا خساره. مخطوبه؟ انا فكرتك سنجل. خليك زي خليك عنها بس كده بعد اذنك. هو في ايه حضرتك؟ استنى، اصلا فكرتك سنجل زي زيك يعني. هو في ايه يا عم؟ ايه رسبه الفلوس اللي في ايدك دي؟ انا مش فاهم ايه اللي قاعد بيحصل والله. انت اخرتها بالسرعه دي؟ امال صاحبتك ياسمين الكدابه راحت فين النهارده؟ خايبه من الكليه النهارده، اصلها عيانه. انا بقى رايي انها مستخبيه في البيت عشان جبانه مش عيانه. انا موافقه على اللي انت بتقوله. ايه ده؟ هو في ايه؟ هو ايه اللي قاعد بيحصل ده يا اسراء؟ مش فاهم حاجه. اتعلمي بقى دايما انك توافقي على اللي انا بقوله، والا هتحصل خناقه، وانا عارف ان انا دايما هكسبك عشان انت دايما فاشله. هو ايه اللي انتوا بتتكلموا عليه ده بجد؟ انا مش فاهم حاجه. انا موافقه على اللي انت بتقوله. موافقه انك فاشله؟ انت طيبه قوي يا اسراء. طب الموضوع هيبقى مسلي جدا. انا بقى هسود لك عيشتك. ما انت اوريدي مسودها. انا موافق على اللي انت بتقوليه. دلوقتي هيتوزع عليكم درجات الامتحان. هو قلت فهد يا جدعان؟ انا مش فاهم حاجه. الفكره بتاعت الفيديو ده غير مفهومه بصراحه خالص، يعني انا في العاده بشوف فيديوهات بافكار تانية وكده. يا شباب نكون صناعه الفيديو، لو عجبكم ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان ما تبقاش حاجه ونوصل 600 الف مشترك، واشتركوا في قناتي التانية وبس. اشوفكم على خير. سلام.